اعتقد الماتش ده لو قدر الزمالك يقدر يعديه اعتقد هيبقى بالنسبه له بنسبه كبيره قرب من البطوله. على ما اظن الاسماعيلي فرقه كانت في اخر الدوري في اول الدور الاول ودلوقتي تقريبا اكتر فرقه جمعت نقط في الدور الثاني، فهي بتحارب ان هي تبقى في القمه مع الفرق الخمسه الاوائل. انا واثق في فرقه الزمالك باذن الله، وان شاء الله طبعا احنا هنعمل كل اقصى ما في وسعنا عشان نكسب الدوري باذن الله. فريق جونه طبعا تيم كله اهلاوي، المدرب بتاعهم اهلاوي، فهو دايما كعبهم عليه على الزمالك، وممكن برضه البنك عشان بيسرع على الهبوط، والاتحاد عشان كابتن حسام حسن طبعا. مثلا عندك الاسماعيلي كويس في البنك، الاتحاد، الجونه، الزمالك هيتعطل في الاتحاد السكندري وقدامه الاسماعيلي ايهاب جلال، وحاليا دلوقتي مفيش، يعني الماتشات بتاعه الزمالك كلها تعتبر مضمونه. الاسماعيلي والله مع ايهاب جلال عامل شغل حلو جدا. الماتشات اللي جايه سهله باذن الله، احنا بس بقى عندنا عزيمه عشان الدوري ده بالذات محتاجينه، وان شاء الله الدوري زملكاوي ان شاء الله.